جائزة اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها اختارت هذه السنة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز عرفاناً للجهود التي بذلها الرجل طيلة 40 عاماً من النضال من أجل حقوق الشعب الصحراوي. التكريم الذي حضره أعضاء من البرلمان بغرفتيه وعدد من ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يتزامن والذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا تكريم للشعب الصحراوي عامة على نضاله المرير اللي خوضه منذ سنة 1973 بقيادة جبهة البوليساريو، هو تضامن وتعبير عن تضامن مع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، هو تعبير عن التضامن مع الشهداء وأبناء الشهداء والضحايا الغزو الهمجي المغربي. المناسبة كانت فرصة للرئيس الصحراوي للخوض في بعض مستجدات القضية الصحراوية، أين اعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التجارة مع المغرب بالخطوة في الاتجاه الصحيح. هو قرار يعني يمشي في الاتجاه الصحيح، هو منسجم مع القانون الدولي. نحن نحيي المحكمة الأوروبية العليا وكل العراقيل التي ستحاول النيل من هذا القرار، نندد بها سواء جاءت من فرنسا أو من غير فرنسا. الجائزة التي تأتي في وقت تشهد فيه الأراضي الصحراوية تزايداً لانتهاكات حقوق الإنسان تؤكد رمزية هذا التكريم الذي ينم عن موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة في العالم.